قعدت اكتر من 10 سنين عندي اكتئاب بسبب حاجه انا ماليش يد فيها ولا اقدر اغير الواقع انها ما تحصلش. على قد ما انا متحمس برضو في شويه خوف كده، ايه مسيطرين على واحد. بدات بقى ادور على حلول ادرسها واشوف توابعها، وكان مهم قوي ان انا اوصل قرار زي ده. حتى لو كتير منكم شايف ان ده دلع وسبب تافه، بس اللي عاش الوضع ده او اللي يعرف حد في الكيس دي هيفهم اللي انا قصدي بيه. اول مره تشوفوني تقريبا من غير كاب. الخطوه المهمه بقى ان انا اخد القرار وانفذه مش سهله خالص. انا كده الخوف ابتدى ايه نعش. انا شفت اجواء عمليه. اتقل حاجه على قلبي طول الفتره دي كلها لبس الكلاسيك او البدل بشكل عام، عشان دي الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش تلبس عليها كبات. في يوم بقى ما كان يبقى عندي فرح لواحد صاحبي قريبي اهم بالنسبه لي، مش حاجه المفروض افرح لها وابسط لها. عارف ان هي مكلفه كعمليه يعني، بس المهم بالنسبه لي غير التكلفه اختيار المكان. وانتوا عارفين برضو ان زراعه الشعر في تركيا من احسن الاماكن او من احسن البلاد اللي بتعمل زراعه شعر. ان انا اختار وقرر ان انا اعمل عمليه في تركيا كنت خايف من حاجتين. اول حاجه لا قدر الله باظت، فان انا ارجع اتابع او ان انا اروح تاني عشان اشوف نتيجه العمليه هتبقى تكلفه عليا كبيره اكيد، فكل تركيزي ان انا اعملها في مصر. فبشوف نتائج كتير من دكاتره وعيادات كتير لحد ما اخترت دكتور مصطفى النبي. طيب احنا بنبتدي العمليه بتاعتنا بس برسمه الماتيور هير لاين اللي هو خط الشعر الرجولي اللي حضرتك كنت المفروض هتفضل عليه لو ما حصلش مرحله الصلاه. طبعا ده اكتر حاجه واللي هي ممكن تبينك انك زارع وممكن ما تبينش انك زارع نهائي. من اهم عوامل نجاح العمليه مش الكثافه، كثافة احد عواملها، لكن العامل الاساسي لمرحله الزراعه هي بيان الشكل طبيعي 100%. ده شكلي بقى من 10 سنين، واحد خلص جامعه وهيبتدي الحياه بقى من انترفيوهات وخطوبه وجواز وحاجات كتير بقى. بص النتيجه بتمر بحاجه اسمها شوك لوس، مرحله صدمه كده لفروه الراس. من بعد 15 يوم او 20 يوم من العمليه بيبتدي مرحله الشوك لوس اللي هي كل الشعر المزروع بيبتدي في التساقط التدريجي ابطو شهرين ونص ثلاثه. بيبتدي بعد كده بدايه النمو من بدايه الشهر الرابع، الماكسيمم ريزلت من 8 شهور لسنه. انا لسه نازل من العمليه حالا. بص مش حاسس بدماغي خالص، مش عارف بقى مش حاسس بيها عشان خاطر ايديهم خفيفه وانا ما حسيتش بحاجه ولا ده الطبيعي اصلا. كنت انا شايل هم 6 ساعات قوي ملل بقى وايه، وبص هعمل بيهم ايه يعني 6 ساعات بقى فاهم، انت نايم على وشك وعلى بطنك وعلى كل حاجه. الفكره كلها بقى ان التيم اللي معايا الصراحه يعني بص من اكبرهم لاصغرهم ما شاء الله عليهم، يعني محسسينك ان انت فاتح القنوات كلها فاهم ومبسوط فشخ. فانا بشكرهم كلهم الصراحه على كل حاجه يعني. واخيرا لبست قميص واخيرا قلعت الكاب. انا بروح لحلاق دلوقتي بحلق بيتزاول عادي ان انا زارع، مع انه اكتر واحد وقريب جدا لشعري ان هو يقدر يحدد بقى الفرق من اللي ورا، عشان هي ايه زي ما انتم شايفين انا زرعت الحته الاماميه بس. احساس برضه يا مصطفى لما يكون عندك شعر برضه وتسرح ويمين وشمال كده، غير برضه لما تكون قرع. ده شكلي مثلا في الشهر الاول، وبعد كده شكلي في الشهر الثاني، وبعد كده في الشهر الثالث. كان في تغيرات، اول شهر تحس انها ضايع خالص فين العمليه، ثاني شهر ببسط، ثالث شهر الدنيا بحس ايه ده هو فين برضه شعري بيقع. فكل ده قايلهولي وانا برضو عندي معلومات عنه، بس هو ما يقوله لك غير لما يبقى انت عندك معلومات. انت عامل النتيجه، عامل العمليه ومستني النتيجه بيرفكت من اول يوم، وفي حاجات لازم تواظب عليها بعد العمليه عشان خاطر مش بتعمل العمليه بقى هوبس كلوب وخلاص. منهم الفيتامينات ومنهم البلازما اللي على الاقل مره في الشهر او مرتين وحسب ما الدكتور بيقول لك يعني، بس انا بعملها مره في الشهر. وبعد العمليه بقى شهر في الثاني في الثالث تحس بقى باختلاف، اول شهر بيختلف نتيجته ثاني شهر وهكذا بقى. واخيرا بقى وصلت للنتيجه دي بعد 7 شهور. النتيجه الحمد لله انا راضي منها جدا، ومستني كمان بعد سنة وأكتر هلاقي نتيجة مختلفة تماما. الملخص بقى المفيد، اختيار الدكتور بالنسبة لي في حاجتين زي ما قلت لكم، الخط الأمامي والاقتطاف. فالحمد لله أنا مبسوط من النتيجة ومبسوط من إن أنا القرار خدته صح. وأهم حاجة الفترة اللي فاتت دي كلها كنت بصور أنا لابس كاب، لما تشوفوني بقى من غير كاب ده التغيير بقى. واتضايق جدا لما كل فين وفين أشوف حد مثلا بقالي سنين ما شفتوش يقول لي يا لهوي يا زيزو أنت راحت خالص. عايز اقول لك الكلمه دي انت بتقولها بهزار وانا ممكن اضحك قدامك، بس بيني وبين نفسي انا مش طايقك ومش طايق نفسي ومش طايق احد. ما تنساش بقى تعمل لايك وسيف للفيديو ومنشن للي عايزه يزرع. بس سلام.